وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى المملكة العربية السعودية وتعاون استراتيجي يجمع البلدين على القضايا الإقليمية والدولية. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت عن زيارة وزيرها أنتوني بلينكن إلى السعودية الأسبوع المقبل، وذلك لبحث التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمملكة. بلينكن بحسب بيان الوزارة سيبحث مع المسؤولين السعوديين خلال زيارته التي ستستغرق 3 أيام قضايا ثنائية تشمل التعاون الأمني والاقتصادي. يأتي ذلك في ظل ما عبرت عنه وزارة الخارجية الأمريكية بالمرحلة الحساسة بين البلدين، كما يتزامن مع قيادة الطرفين وساطة في السودان لم تنجح حتى الآن بشكل جذري. اجتماع وزاري سيشارك فيه بلينكن مع نظرائه في مجلس التعاون الخليجي بهدف البحث في التعاون المتنامي بين الولايات المتحدة وشركائها الخليجيين، وذلك لتعزيز الأمن والاستقرار وخفض التصعيد في المنطقة على حد ما جاء في البيان. وبين أبرز القضايا المتعلقة بالأمن والاستقرار سيبحث الطرفان مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية خلال اجتماع مجلس التعاون الخليجي الذي سينعقد في الرياض. هذه الزيارة تأتي بعد نحو شهر من زيارة أجراها مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سيلفان إلى المملكة، وبعد نحو عام على زيارة أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن في صيف 2022 والتي جاءت نتائجها متباينة. وفي خضم هذه المحاولات جميعها يعيد بعض المحللون السياسيون ذكرى أبرز الأسباب التي جعلت العلاقة بين واشنطن والرياض شديدة التعقيد، إذ أن إدارة بايدن تتهم المملكة الغنية بالنفط بالدفع لرفع أسعار النفط الخام، إضافة إلى قضية جمال خاشقجي. إلا أن بايدن كان قد دعا إلى إعادة ضبط العلاقات مع السعودية، وذلك على إثر قرارها في أكتوبر الفائت بخفض إنتاج النفط، ناهيك عن الدور الأساسي الذي تلعبه المملكة في المنطقة. ولكن ورغم التباينات الكثيرة يسعى الأمريكيون إلى التقارب مع السعودية، ومن المتوقع بحسب التحليلات المنتشرة أن تشغل جهود السلام في اليمن حيزاً كبيراً من المحادثات. أما فيما يتعلق بقضية التطبيع مع إسرائيل فيعتقد مراقبون أنها ستكون مطروحة على الطاولة أيضاً، وذلك في إطار الاتفاقيات الإبراهيمية والتي بذل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جهوداً كبرى للتوصل إليها.